انت تقريبا شكرت امي لا اله الا الله في الكلمه، طلعت الورقه وقلت يعني ما فيش، يمكن اعتقد حد قابلته في صناعه السينما ما شكرتوش، وده كان شيء يعني محمود. انت بشكل ممتن طلعت ورقه وقلت اسماء كتيره جدا، انت حييت وجود اسبوع او نافذه على السينما الفلسطينيه في مهرجان الجونه، وقلت حاجتين بقى يسترعي الانتباه. اول حاجه بتقول وبهديل والدتي اذا كانت بتتفرج، عشان ممكن ما كانش متذاع على الهواء. مش قصدي، قصدي هي ما جاتش معاك المهرجان؟ ما جاتش. لا ما جاتش عشان هي ما هي بتكره الاضواء. ده يعني انا والدتي مش من النوع اللي بتفضل ان هي تبقى موجوده في الاضواء، يعني بالنسبه لها مش طبيعتها، يعني ما بتحبش كده نهائي. هي شافته اونلاين اكيد، شافته اونلاين. بعته لها بعد كده. يعني بعد الموضوع عشان هي طبعا واحده من اهم المذيعات في التلفزيون المصري منذ سنوات، وتدرجت الى ان وصلت الى منصب رئيسه التلفزيون طبعًا. المصري الاستاذه كل التحيه زينب سيدان. زينب سيدان، والحقيقه ان هي شخصية غاية في الاحترام. كنت لازم أوجه التحية دي لوالدتي، لأن والدتي صاحبة، يعني صاحبة فضل في كل حاجة، بمعنى إن هي أولاً إنها تقدر إن هي تبقى تصل إن هي تبقى رئيسة التلفزيون وفي نفس الوقت تعتني بيا، دي كانت حاجة، يعني دي حاجة تعتبر كبيرة جداً. أكيد. وأنا اتعلمت منها حاجات كتيرة جداً، اتعلمت منها الانضباط، اتعلمت منها يا والدتي، يمكن دي حاجة مش ناس كتيرة تعرفها، القارئة الأولى لأعمال والدي. يعني أول حد يقرأ كان سيناريو كان كاتبه والدي الله يرحمه كانت والدتي، وأنا أي شغل يجيلي أو شغل هبقى هعمله دايما برجع لوالدتي فيه، لأن عندها ذوق رفيع جدا ودايما إحساسها بيبقى صادق في الحتة دي. فمن وأنا صغير أنا يعني برجع لها في حاجات كتيرة جدا، وهي كثيرا جدا هي اللي بتشجعني على خطوات مهمة ان انا اخدها. يعني دي هي يعني خلتني، عودتني من وانا صغير على عدم الخوف، بس ان انا ابقى عملت الهومورك بتاعي، ابقى يعني مش مسألة يعني ان اكون حضرت مظبوط، ان ذاكرت مظبوط، درست الموضوع مظبوط، مش فكرة الفرقعة. لا فكرة انه الايمان بشيء والعمل باجتهاد قبل تقدير. بالظبط كده. بالظبط. برضو سريعا، كان استاذ وحيد حامد الف رحمه ونور عليك حكى لنا قصة لقائه بيها، وان هو حبها او اول ما لفتوا لها كان صوتها، ثم حدث اللقاء لان هي كانت في الاذاعة وعملت تقديمة مسلسل طائر الليل الحزين. صحيح. اللي كان اصلا مسلسل اذاعي قبل ما يبقى فيلم سينمائي. بالظبط كده. زينب سويدان. القاهرة تقدم عادل إمام في طائر الليل الحزين. بطولة عمر الحريري. موعدكم غدا مع طائر الليل الحزين. وحيد حامد ومصطفى أبو حطب. فعلا أنا طلبت من الأستاذ رحمه الله مصطفى أبو حطب صوت فيه حميمية، وكان لما يجوا يطلبوا مذيع او مذيعه يعمل تتر مسلسل كان بتتم بطريقه رسميه. انا قلت له لا، يعني المساله ده التتر جزء من الدراما، وهو كان مقتنع. هو صاحب فضل كبير عليا جدا الله يرحمه، هو اللي علمني حاجات كتيره جدا. فقال لي زينب سويدان، بس دي ما بتجيش، ما بترضاش. قلت له لا، ده انت ده شو. ففعلا اتصل بيها وهو كان له تأثيره وبتاع، بس هي اشترطت اني ما حدش يبقى في الاستوديو خالص، يعني هي تبقى قدام الميكروفون وهو في الاستوديو، انما انها قدام جمهور ما تعرفش فبالتالي انا رحت سمعت التتر وبتاع. مين صاحبة الصوت ده؟ قالوا ده زينب سودان. طبعا انا عارف الاسم. اسمع، طب ايه؟ نزلت اشكرها بقى
في الدور الثاني. لا ولا كان حميميه زياده عن اللزوم يعني؟ أنا الصوت أنا لمس قلبك؟ لا انها ما بتعملش تترات خالص. دي حاجه. وكون انها وافقت فده شيء انا اعتز بيه وبتاع. فنزلت الدور الثاني اللي هو استديوهات الاخبار بقى لانها مذيعه اخبار، وقابلتها وعشان اشكر. ومن هنا عرفت زينب سويدان وصارت بيننا يعني نوع من الود والاتفاق. لولا زينب سويدان في حياتي يمكن انا ما كنتش فيما انا عليه الان. طيب يبقى ده الجزء الاول، الفاضله الاستاذه زينب سويدان البعيده عن الاضواء، انما الداعمه طول الوقت للمبدعين في الاسره دي. ولما قدمت بقى زوجتك يا مروان؟ عايز اذكر زوجتي شهيرة عرفان، وهي قاعدة هنا على المساندة الدايمة اللي هي بتديها لي والدعم. شهيرة زوجتي، كلنا كده عندنا طبيعة اللي هي يعني بعاد عن الأضواء بشكل كبير، بعاد عن الـ يعني حتى زي والدتي مثلا كده يعني. كلنا كده بن يعني ما نعتبرش اجتماعيين قوي يعني يعني ببساطة يعني. على عموم ألف مبروك ولو إنها متأخرة. ألف مبروك. هم عرفوا. كانت كمان لفتة لطيفة جدا وجودها في المهرجان. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.